عين البيضاء بلباس أبيض ومخطط ووفاق الكل. لقطات من تصوير الزميل عمور محمد سعيد. مقابلة سيطر فيها الفريق المحلي بينما وفاق الكل اعتمد خطة دفاعية. هذه المحاولات التي يتصدى لها الحارس بغلول. الهدف الأول جاء في الدقيقة 11 عن طريق خودريا. خودريا بالنسبة لوفاق الكل بعد ما تلقى تمريرة من زميله مجبوري الجناح الأيسر بضربة رأسية أمام الحارس زكري يسكن الكرة الشباك. هدف مقابل صفر بعد 11 دقيقة. جلوجي في هذه القطة وعالية قليلا عن مرمى بغلول. مرة أخرى أمقران محمد. أمقران بعد ما يتلقى هذه الكرة بضربة رأسية كاد أن يعدل النتيجة. دقيقة 42 من الشوط الأول، هذا الشوط الذي ينتهى بتفوق فريق الجزائر هدف لصفر. الشوط الثاني والدقيقة 5 منه كاد وفاق الكل أن يضيف هدفا ثانيا بعد ما تلقى كوادريا كرة وعوض أن يراوغ الحارس زكري يخرجها ركنية. هذه المرة بغلول أمام جلوجي يخرج الكرة ركنية. عدة ركنيات تسجل في هذه اللحظات وعلى أثر أحداها يتمكن من تسجيل هدف التعادل عن طريق المدافع الأيمن بركان. تنفيذ ركنية من خزاني المدافع الأيمن رقم 2 بركاني يسجل هدف التعادل في الدقيقة 11 من الشوط الثاني. ركنيات متوالية وركنية أخرى في الدقيقة 24 بعد محمد شوش يخرج الكرة. خزاني مرة أخرى في التنفيذ وجفاف لهذه المرة المدافع الأيسر الهدف الثاني. هدفين مقابل هدف واحد لصالح عين البيضاء من وفاق الكل هي النتيجة النهائية لهذه المقابلة.